نروح لزميلنا كريم الشيخ وهو في قنا، نعرف منه ايه اخر الاخبار، العملية الانتخابية بتسير ازاي، الاقبال، الناس عارفة هي عايزة تدخل تنتخب مين ولا لأ، ولا وهي داخلة بتسأل اللي جنبها انتخب مين، ويا ترى ده انتمائه او برنامجه عامل ازاي. نروح لكريم نعرف منه كل الاجابات وكل التفاصيل اللي هو رصدها حتى الآن. صباح الخير يا كريم. صباح النور يا دعاء. يعني بالفعل بدأ زي كما قلنا، يعني في الساعات الأولى من صباح اليوم تحديدا من 7:30 صباحا يتوافد عدد من المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم من الساعات الأولى من صباح اليوم كما قلت. ويعني أبرز ما رصدناه حتى اللحظة وعلى لسان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكد أن جميع اللجان فتحت أبوابها في الساعة 9 صباحا فيما عدا لجنة واحدة في يعني في المحافظة بأكملها. أيضا لاحظنا إقبال كثيف جدا من السيدات حتى اللحظة على اللجان الانتخابية. معنا الآن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان يعني يطلعنا على المزيد من التفاصيل حول جولته داخل المحافظة. في البداية برحب بحضرتك يا فندم، عشان حضرتك تكلمنا عن الجولة اللي رصدتها حتى اللحظة، أبرز ما رصدتموه كمحافظة قنا حتى اللحظة في العملية الانتخابية. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا برحب بيكم هنا في محافظة قنا. احنا النهارده الحقيقه انا بعتبره احنا بنحتفل بالانجاز المرحله الثالثه من الاستحقاقات الحقيقه بتاع خريطه الطريق 18 و19. طبعا النهارده انتخابات البرلمان، احنا الحقيقه طبعا نسقنا من فتره سابقه يعني من خلال اجتماع كان كبير الحقيقه، حضروا جميع المسؤولين بالمحافظه، السيد اللواء صلاح حسان وزير الداخليه مدير امن هنا، السيد رئيس المحكمه الابتدائيه رئيس لجنه الانتخابات، جميع الساده المسؤولين والتنفيذيين، القيادات القوات المسلحه اللي موجوده في المحافظه سواء من القطاع العسكري او القطاع الجنوبي. الحمد لله طبعا تم الاتفاق على التجهيز والتامين. يعني الحمد لله طبعا اللجان اتجهزت كويس قوي، وزي ما شايفين يمكن احنا عاملين مظلات عشان خاطر الشمس وحرارة الشمس عشان كبار السن. برضو الحقيقة مجهزين برضو تجهيزات كويسة بالنسبة للجان العامة، بالنسبة في مولدات كهرباء عشان في حالة انقطاع التيار الكهربي اللجان من جوه اتجهزت يعني بالنسبة لكل حاجة كتأسيس وتجهيز. التأمين طبعا زي ما انتم شايفين الحقيقة على أعلى مستوى بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة. يمكن الشيء اللي بيسعد النهاردة فعلا ان يمكن شايفين الإقبال، رغم ان أول يوم في إقبال الحمد لله كويس جدا جيد جدا على اللجان الانتخابية. نعم، يعني نقول ايه للمواطنين اللي حتى اللحظه ما قرروش ان هم يدلوا باصواتهم؟ كمان عاوزين يعني نعرف المواطنين هل الخطوات بتبقى صعبه، يعني المده تقريبا بتستغرق قد ايه للتصويت؟ لا الحقيقه احنا طبعا مسهلين كل الامور، وانا واثق ان كل المواطنين في هنا هينزلوا هيشاركوا، لان ده صوت المواطن القناه امانه. وخاصه على فكره برضو احنا عندنا الشباب بينزل، السيدات والانساب برضو بتنزل، انت يمكن زي ما شايف في عدد كبير موجود على اللجان، فان شاء الله هيبقى في اقبال. انا متوقع طبعا هيبقى في اقبال كبير على التصويت. وعاوز اقول لك برضو احصائيه بسيطه، يمكن محافظه قنا هنا العدد الناخبين فيها حوالي 1,768,949 ناخب، عدد المراكز الانتخابيه 360 مركز، عدد اللجان الانتخابيه 862 لجنه انتخابيه. بشكر حضرتك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا. ايضا دعاء معي اللواء صلاح حسان وهو مدير امن قنا، برحب بحضرتك يا فندم. وعاوزين حضرتك تكلمنا عن طبيعه محافظه قنا، يعني معروف انه في صراعات قبليه، معروف انه في تكثيف للامن وتحديدا في مناطق بعينها، حضرتك كلمنا اكتر عن الجهود الامنيه اللي بتبذلوها داخل المحافظه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو النهارده زي ما قال السيد المحافظ يعتبر يوم عيد او يوم عرس انتخابي، اللي هو المرحله اللي احنا بنتمم فيها الاستحقاقات المطلوبه من الدوله، انتخابات مجلس النواب دي خدت مننا واحنا بدانا التجهيز ليها من فتره. اجراءات تامين تم التنسيق مع القوات المسلحه على اعلى مستوى، تنسيق لتامين اللجان من الداخل ومن الخارج، لتامين خطوط سير السنه دي، لتامين القضاء اثناء انتقالهم للجان
او واخر اليوم عقب الغلاء. ده كله بهدف ان المواطن يشعر بالامن، وبنقول له انزل وادي صوتك وشارك، الدنيا امان الحمد لله في هنا. طب يعني كنا سمعنا انه في بعض الصراعات القبليه في مناطق في تحديدا بعيدا عن مركز قنا، حضرتك هل في تم تكثيف قوات الامن هناك؟ ايه الدور اللي انتم بتقوموا بيه؟ يلا بالفعل احنا من اكتر من شهر بدانا. طبعا معروف انه في خصومات سعريه او خلافات سعريه في المحافظه، دي طبيعه المحافظه. لا احنا بدانا من اكتر من شهر استهداف العناصر الخطره، العناصر الجنائيه الخطره المعروف عنها تجاره السلاح، المعروف عنها حيازه السلاح، وتم ضبط العديد من العناصر دي. ده كله بهدف تهيئه الجو او الاجواء ليوم الانتخاب. وده مين القضاء؟ مقتصر فقط على القوات المسلحه ولا ايضا القوات الشرطه لها دور؟ بالكامل تامين الساده القضاه في تحركاتهم اثناء الذهاب للجان او اثناء العوده، صحبه الصناديق عقب انتهاء الفرز، مسؤوليه الشرطه كامله بالتنسيق مع القوات المسلحه. بشكر حضرتك اللواء صلاح حسام مدير امن قنا، بشكر حضرتك على تواجدك معنا. يعني كما قال لنا اللواء صلاح حسام ان قوات الامن بتقوم بدورها وايضا لها دور في تامين الناخبين، وكما ان لها دور في تامين القضاء من الذهاب والعوده مره اخرى الى اماكن اقامتهم. اعود اليك مره اخرى دعاء. نعم كريم الشيخ، شكرا جزيلا ليك وشكرا بالتأكيد لضيوفك الكرام. من أهم النقاط التي قيل